اليوم أيها الأحبة، أحب أن أتأمل معكم بعض الحقائق العلمية والمنطقية لندرك أن القرآن بالفعل هو شفاء. دعوني أبدأ معكم بكلمة شفاء في القرآن. كم مرة تكررت كلمة شفاء تحديدا أيها الأحبة؟ تكررت 4 مرات في القرآن. الآية الأولى، أول آية في سورة يونس، الخطاب هنا جاء للناس كافة، المؤمن والملحد والمشكك وكل البشر، يا أيها الناس. إذن الخطاب مهم أيها الأحبة، الخطاب لجميع البشر. إذن الله يخاطبك أيها الملحد الآن، أنت إذا كنت ملحد، إذا كنت ملحدا فأنت معني بهذا الخطاب الإلهي، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إذن الناس قسمين، مؤمن أو كافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ما يخص الناس جميعا أن هذا القرآن فيه موعظة، الموعظة قد لا تستفيد منها، وفيه شفاء قد لا تستفيد منه أيضا، ولكنه شفاء لا يمنع. يعني إذا كان هناك دواء فيه شفاء من مرض ما، قد أن يعني شخص لا ينتفع به لأنه لا يثق بهذا الشفاء. هناك قاعدة طبية أيها الأحبة تقول إن الثقة بالدواء هي نصف الشفاء. إذا أنت في داخلك كنت تعتقد أن هذا الدواء لا فائدة منه، سوف يتأثر نظامك المناعي جدا بهذا الاعتقاد، وبالفعل سوف يكون أثر هذا الدواء ضعيفا عليه. وهناك تجارب أجريت على أدوية وهمية أو ما يسمى بالعلاج الوهمي، يعطيك زجاجة فيها ماء وسكر مثلا ويقول لك هذا دواء غالي جدا وسوف تشفى 100%، وكذا حتى يحدث لديك عقيدة، وبالفعل تأخذ فتجد أنك تشفى. إذن الاعتقاد مهم هنا أيها الأحبة. وإذا كان اعتقادك أيها الملحد أن هذا القرآن لا يشفي، بالفعل هو عليك عمى وهو خسارة بالنسبة لك كما سنقرأ الآية التالية، ولكن هذا لا يعني أنه لا يحوي الشفاء. إذن الآية الأولى أيها الأحبة تخاطب البشر جميعا، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الآية الثانية تحدثت عن الشفاء بالعسل، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء لمن؟ للمؤمنين، لا للناس. سبحان الله. إذن انظروا هذا التناغم أيها الأحبة. آية تقول لك القرآن فيه شفاء للناس، عفوا القرآن شفاء للناس، لم يقل فيه، كله شفاء، بينما العسل قال شراب مختلف ألوانه فيه شفاء. انظروا هنا فرق كبير أيها الأحبة. عندما تقول إن العسل فيه شفاء، إذن هناك بعض الأمراض يمكن أن تشفى بالعسل، فيه نوع من الشفاء، ولكن لا يصلح لكل الأمراض العسل، فيه شفاء، بينما القرآن كله شفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شفاء. إذن الآية الأولى تخاطب الناس وتقول عن القرآن إنه شفاء، والآية الثانية تخاطب الناس أيضا وتقول فيه شفاء للناس. طب هذا دليل من القرآن أنك لا تستطيع أن تقول إن العسل يعالج الأمراض النفسية. العسل معروف عنه بالدرجة الأولى يعالج أمراض مادية ملموسة، يعني يقوي نظام المناعة، علاج لبعض النظام العصبي والنظام الهضمي وغير ذلك، وله فوائد كبيرة جدا، علاج الحروق مهم جدا، علاج الجروح، له فوائد مادية في العلاج، كذلك القرآن له فوائد مادية في العلاج حسب نص القرآن. الآن لدينا آيتين، إذن الشفاء قلنا 4 مرات، أول مرة يا أيها الناس خطاب للناس، والمرة الثانية فيه شفاء للناس، مرة القرآن مرة العسل. الآية الثالثة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ليس للناس للمؤمنين. سبحان الله، توازن، آيتين للناس وآيتين الآن للمؤمنين. الآية الرابعة للمؤمنين، سورة فصلت، قل هو أي القرآن، لأن الآية بدأت ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل هو أي هذا القرآن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر. هناك سد، حاجز، خلل، وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. لماذا هو عليهم عمى؟ لأن الملحد يشمئز من تلاوة القرآن، يشمئز من سماع صوت الحق، وثبت علميا هذا الأمر في دراسة نشرناها على موقعنا
وقلنا عندما تم إسماع عدد من الملحدين وعدد من المؤمنين اسم الله، كان الملحد تنشط في دماغه منطقة، تحدث لديه اضطرابات بين ما يعتقد في داخله وبين ما يسمع وبين ما ينكر، لأنه في داخله يعني في خلايا جسده يؤمن بوجود الله، ولكن في لسانه يجحد وجود الله، فيحدث هذا التناقض والاضطراب والإشمئزاز. المؤمن ليس لديه تناقض، فهو مؤمن بالله، وعندما يسمع اسم الله يطمئن. لذلك الله تعالى ذكر هذه الحقيقة في سورة الزمر، قال سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. بينما في حق المؤمنين قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن أيها الأحبة، المؤمن دائما يفرح ويشفى بكلام الله، وهذا لا يمنع أن القرآن فيه شفاء حتى للملحد فيما لو اعتقد أنه يشفى، حتى لو لم يكن مؤمنا أو مسلما. إذن أصبح لدينا 4 آيات في القرآن تتحدث عن الشفاء، آيتين للناس وآيتين للمؤمنين، توازن. هذه الآيات نستطيع أن نقول من خلالها أيها الأحبة إن القرآن فيه شفاء حتى للأمراض الفيزيولوجية أو الأمراض المادية الفيروسية إلى آخره. كيف يحدث ذلك؟ صوت القرآن محمل بترددات محددة لا توجد في أي كلام آخر. يعني عندما تستمع إلى آية من آيات الله، هذه الآية لها نظام ترددات الموجودة فيها، هذا النظام يحمل في داخله قدرة على التأثير على خلايا الجسم وخلايا النظام المناعي وخلايا القلب وخلايا الدماغ، يجعلها الخلايا نعلم أنها تهتز بشكل دائم وتتأثر بالاهتزازات الصوتية أو الذبذبات الصوتية، لأن الصوت هو اهتزاز بالنتيجة. هذه الذبذبات الصوتية أو الترددات الصوتية تؤثر على هذا النظام المناعي فتجعله أكثر قدرة على تمييز الأمراض، تجعله أكثر قدرة على مهاجمة الأمراض، بل إن هذه الترددات لها مفعول عكسي على الفيروسات أيها الأحبة. وهذه طبعا وجهة نظر أقدمها، لا أقول إن العلماء اكتشفوا ذلك، أنا أقدم الآن وجهة نظر أعتقد جازما أنها صحيحة، ومن جرب العلاج بالقرآن هو يدرك أنها صحيحة قبل أن نتحدث بهذا الكلام. المجال الذي تنشره ترددات الصوتية القرآنية، نحن نعلم أن كل صوت، الآن أنا أتحدث معكم، ما الذي يحدث؟ كيف يصلك هذا الصوت؟ تنطلق هذه الأحبال الصوتية هنا، تقوم بهز كمية من الهواء موجودة هنا، فتضغط هذه الذرات الهواء أو جزيئات الهواء، تنضغط وتتمدد، يعني هناك انضغاط وتمدد. هذا الانضغاط والتمدد هو عبارة عن موجات مثل موجات البحر، هي موجات حقيقية. يعني الفيروس لا يستطيع أن يمارس عمله في ظل هذه الترددات الصوتية القرآنية. هذا هو معنى وننزل من القرآن ما هو الشفاء. الترددات الصوتية تدخل إلى جسدك فتنشط خلايا الدماغ، خلايا النظام المناعي، خلايا الدم تنشط أيضا، خلايا القلب، وبنفس الوقت الخلايا الشاذة مثل لنقل فيروس، بكتيريا إلى آخره، خلايا التهاب، خلايا هرمة، خلايا مريضة، كل هذه الخلايا ما الذي يحدث لها؟ تضطرب. فإذا كانت خلية مريضة جدا سوف تساعد الخلية الصحيحة على التهامها، هناك آلية اسمها الالتهام الذاتي تحدثنا عنها، التي نال صاحبها جائزة نوبل عام 2016، عالم ياباني، وأثبتنا أن الصيام هو أفضل طريقة تطهير الجسد من السموم والأمراض والالتهابات والخلايا الشاذة، منها السرطان. إذن أيها الأحبة، هذه الترددات الصوتية تنشر مجالا حول هذا الفيروس تشوش عمله، لأن الفيروس أيها الأحبة بالنتيجة هو معلومة، ليس هو كائن حي، هو معلومة، يدخل فقط إلى الخلايا يخرب برمجة الخلايا، فإذا قمت بالتشويش عليه فإنه لا يستطيع أن يقوم بأي عمل، وبالتالي سوف يندثر وتلتهمه الخلايا المناعية بسهولة ويصبح غذاء لها. إذن الشفاء الموجود بالقرآن عندما يؤثر على هذا الفيروس ويعطل عمله، وعندما يؤثر على نظامك المناعي ويجعل هذا النظام أكثر قدرة على مواجهة الأمراض، هذا هو الشفاء المادي الملموس. هكذا يساعدك القرآن على التخلص من أمراضك، سواء كانت أمراض نفسية، اكتئاب أو غير ذلك، أو أمراض جسدية فيزيائية مادية، يعني مثل سرطان، مثل خلايا التهابات،
أي شيء آخر أيها الأحبة، حتى أمراض مثلا مثل السكر، ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول إلى آخره، هذه الأمراض لماذا لا يوجد علاج لها حتى الآن، علاج ناجع؟ لأنهم لم يكتشفوا سر هذه الأمراض. سر هذه الأمراض أيها الأحبة هو وجود خلل في جهاز ما مثل البنكرياس، يحدث خلل في نظام عمل هذا الجهاز. فالذي يقوم به الأطباء أنهم يعطونك أدوية ومواد لتعدل نسبة السكر في الدم، لم تعالج الخلل في الجهاز. الخلل هو خلل برمجة وليس خلل مادي، يعني سوفتوير وليس هاردوير بلغة أهل الكمبيوتر، خلل برمجي ينبغي علاجه بالترددات الصوتية القرآنية التي تحوي فيها هذه الشفرة أو هذه البرمجة التي تؤثر على أجهزة جسدك بالكامل. طبعا هذا الكلام أيها الأحبة أنا أعتقد أنه صحيح 100%، وكل إنسان يمارس العلاج بالقرآن على نفسه يدرك ذلك، وأنا ممن أدرك ذلك طبعا ولله الحمد. وأحببت أن أنصح كل أخ يستفيد من العلاج بالقرآن أكثر دعاء النبي: اللهم إني أسألك العفو والعافية، كان يسأل الله العافية، والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، كان يسأل الله المعافاة والعافية، العافية الصحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من شر ما خلق، بل كان يقول 7 مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كل شيء خلقه الله أنت تستعيذ بالله من شره. لذلك هناك سورة مهمة في القرآن أيها الأحبة تلخص ما نريد أن نقوله الآن. فعندما تقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، شملت كل شيء تراه أو لا تراه، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الشيء الذي لا تراه، قيل إنه الليل أو إذا أقبل الليل أو كذا، ولكن توقع أنه يشمل كل شيء أنت لا تراه، سواء كان الليل أو الظلام أو ماذا يوجد في الظلام، أو حتى هذه الفيروسات والكائنات التي أنت لا تراها. ومن شر النفاثات في العقد، السحر، ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد، لو لم يكن الحسد موجودا لماذا يأمرك الله أن تستعيذ بالله من شره، من شر حاسد إذا حسد؟ إذا أردت أن تعيش حياة هادئة مطمئنة فعالج نفسك بالقرآن، اجعل صوت القرآن على مدى 24 ساعة وبخاصة أثناء النوم. له تأثير قوي جدا حتى على الأطفال، تأثيره على الأطفال أكبر من الكبار، لأنه صفحة نقية لا يزال على الفطرة. التزم بتعاليم الإسلام، اعتقد يقينا أن هذا القرآن فيه شفاء. إياك أن تعتقد أن القرآن لا يشفي، إياك، مشكلة. تصور أنك تذهب إلى أشهر أطباء العالم وتأخذ أفضل دواء لمرضك، وأنت في داخلك تعتقد أن هذا الطبيب دجال وأن هذا الدواء وهمي. ما الذي سيحدث؟ احتمال كبير أنك لا تشفى. لذلك اليقين بالشفاء هو نصف، إن لم يكن أكثر، هو نصف الشفاء بل أكثر. إذن ينبغي أن تستيقن أنه بالفعل المرض الذي عجز الكون والأطباء أطباء الأرض عن علاجه، أن هذا القرآن يمكن أن يعالجه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا القرآن شفاء لنا، وأن يجعلنا من المؤمنين وليس من الظالمين، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.